تعالوا نروح للناقد الرياضي الأستاذ عثمان إبراهيم للتعليق بقى على يعني الاستعدادات الأخيرة بقى وجاهزية المنتخب كرة اليد. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ عثمان. صباح النور يا فندم طبعا وكل المشاهدين، وان شاء الله يكون يوم رياضي جميل في ختام، وان شاء الله فوز منتخب مصر بالبطوله ان شاء الله. يا رب باذن الله. الحقيقه احنا عايزين نعرف بقى توقعات حضرتك، يعني الفكره انه منتخب كره اليد ايه اللي يمتلكه من ادوات ممكن ان احنا نفوز بيها، ومدى ايضا قوه المنتخب الجزائري. تمام، طب خلينا بس في البدايه نقول ان بسم الله ما شاء الله منتخب مصر فعلا بالنسبه للقاره الافريقيه في حته تانية خالص. يعني منتخب مصر بقاله فترات عودنا على تالقه على المستوى القاري وكان المستوى العالمي. يمكن الجيل الحالي تحديدا بقى خلانا طماعين شويه ان احنا نعمل انجازات كبيره وتاريخيه. يعني عندنا حلم ان احنا ناخد ميداليه اولمبيه، عندنا حلم ناخد ميداليه في بطوله العالم او في كاس العالم لكره اليد. فاحنا طموحاتنا كبيره جدا جدا مع الجيل الحالي، وبصراحه اللعيبه بسم الله ما شاء الله حاجه محترمه جدا جدا طبعا. عندنا كتيبه رائعه من اللاعبين في كل المراكز، من حراسه المرمى للباكات لصناع الالعاب للاجنحه. اللي كمان فكره اللعيبه المحترفه بره الفتره الاخيره دي زادوا بشكل ملحوظ جدا جدا، وده فارق مع منتخب مصر بشكل كبير، ومخلي ما شاء الله مستوى منتخبنا يعني بقى دلوقتي حاليا بشكل واضح فارق عن المنتخبات الافريقيه كلها. توقعات لكن ده حضرتك النهارده كده للمباراه؟ وان شاء الله منتخب مصر باذن الله هيفوز، بس احنا مش عايزين ناخد ايه زي ما بيقولوا كده ما نستهترش الموضوع. يعني انا عايزين طبعا لعيبه المنتخب بياخدوا الموضوع بجديه كبيره جدا جدا. ماتش منتخب تونس على فكره، منتخب تونسي يعني هو اكتر منتخب حاصل على بطوله افريقيا، كان 10 مرات معاه رقم قياسي. منتخب مصر يمكن بعد شويه عن الرقم ده بسبب ان احنا كان عندنا فتره من الفترات بنلعب بفرق الشباب في بطولات افريقيا، فساعتها كان منتخب تونس هو اللي بياخد البطوله عشان كان بيتم اعداد المنتخب الاول للبطولات العالميه. لكن الفتره الاخيره فيه اهتمام كبير، ومنتخب مصر بقى الكبير هو اللي بيخش وفرق سيطرته. يمكن اخد بطوله من سنتين اللي كانت في مصر برضو عانى فوز فيها. بس عايز اقول للناس حاجه طريفه جدا، ان احنا من سنتين قابلنا تونس برضو في السيمي فاينال في قبل النهائي، بس وقتها فزنا بفارق هدفين فقط 29 27 ومباراه كانت صعبه جدا جدا. المباراه اللي اتلعبت اول امبارح السيمي فاينال مع تونس، مباراه برضو كنت قلقان من صعوبتها، خاصه ان هو ديربي وديربي ديربي الشمال الافريقي، والمنتخب التونسي يمكن هو ثاني اقوى منتخب بعد منتخب مصر في الفتره الاخيره. لكن لعيبه منتخب مصر بصراحه سيطروا على اللقاء من البدايه للنهايه وقالوا بفارق 5 اهداف. كان متوقع او كان الناس يعني اللي بتابع البطوله الافريقيه كره اليد ان كابفيردي اللي من سنتين عملت مفاجاه وصلت النهائي انها تكرر المفاجاه وتوصل ثاني، لكن مفاجاه كبيره جدا جدا. كابفيردي برضو متفوقه في اليد. كابفيردي في اليد على فكره من سنتين هم اللي كانوا وصلوا النهائي مع منتخب مصر بالمناسبه. لكن المفاجاه ان المنتخب الجزائري ماشي كده في البطوله واحده واحده لحد ما اتسحب ووصل للفاينل، لان المنتخب الجزائري وصل للفاينل بعد الفوز على كابفيردي في قبل النهائي فارق 6 اهداف 32 26. يعني النهارده شايف حضرتك ان الماتش هيبقى طبعا صعب لانه فاينل، بحكم ان هو فاينل والفريقين عايزين يحصلوا على اللقب. بص اقول لك كذا حاجه، المباراه فاينل اكيد مباراه صعبه، المنتخب الجزائري برده من شمال افريقيا وبيحاول يسد امجاده في افريقيا. المنتخب الجزائري كان زمان في كره اليد ليه علامه كبيره جدا جدا، وزي كده بلغه الكوره بيقولوا ليه شلنا ورانا في الملاعب. فعايز يستعيد طبعا هذه المكانه. مباراة صعبة لأنه ديربي في شمال أفريقيا، يعني الفرقة برضه قريبة مننا فعارفين طرق لعب بعض وطرق لعب متشابهة شوية. الحاجة الرابعة إن المباراة النهاردة مؤهلة لأولمبياد باريس، فاللي هيكسب البطولة هيروح مباشرة لأولمبياد باريس. إحنا عندنا ثقة الحقيقة في منتخبنا، لأن هو يعني الحقيقة من يعني إحنا فخورين جدا بمنتخب كرة اليد، حتى في ظل انشغال الناس بالكرة الشعبية وكرة القدم وبطولة أفريقيا ومتابعة مثلا الماتش بتاع بكرة بتاع كرة القدم، ولكن لا لازم إن إحنا نسلط الضوء على أبطالنا من كرة اليد اللي بيحققوا الإنجاز وبيوصلوا للفاينل. اتفضل حضرتك. حاجة مهمة الناس عجبتني جدا بمناسبة الناس والجمهور، ماتش تونس اول امبارح حضر كان في حضور جماهيري كبير جدا جدا مختلف تماما عن الحضور في كل البطوله، واعتقد النهارده ان شاء الله هيكون في حضور جماهيري كبير. ودي الثقافه اللي احنا كنا نتمناها، تشجيع بقيه الرياضات حتى الرياضات الفرديه. انا طبعا بشكر حضرتك الناقد الرياضي الاستاذ عثمان ابراهيم، التوفيق لمنتخبنا لكره اليد.